المحلية الصادرة صباح اليوم بالرأي والتحليل. ويشرفنا في استوديو هذا الصباح الأستاذ نشأت الديه الكاتب والمحلل السياسي. صباح الخير يا فندم، نرحب بحضرتك. صباح الخير، أهلا بيك. أهلا بيك. دايما منور النيل الأخبار ودايما منورنا أستاذ نشأت. أهلا بيك. ربنا ينور عليك وعلى مصر كلها يا رب، ويبقى يوم سعيد ويوم جديد رغم كل اللي بيحصل ورغم كل هذه المحاولات المستميتة لعكننة الناس المصريين وبس التشاؤم واليأس. مش هيحصل، المصريين أعتقد إن هم قادرين على مواجهة كل دوت بالابتسامة وبالضحكة وبالأمل وبالإيمان. فبالتالي أنا من خلال المنبر ده بقول للناس اوعوا تيأسوا، وهو التشاؤم يتسرب والياس يتسرب الى عقولنا وقلوبنا، لانه فعلا ده مخطط لازم احنا نواجهه بشكل واضح وبشكل منهج. بس اهم حاجه نفهم قضيتنا، احنا نفهم اللي بيحصل ايه. تمام، حلوه رساله التفاؤل ديت اللي هنبتدي بيها قراءتنا للصحف. وهنبدا من جريده المصري اليوم: سقوط خليه عرب شركس يحبط موجه ارهابيه عنيفه، العثور على مخطط لتفجير مديريات امن، سبع اطنان متفجرات، الإرهابيون تلقوا تدريبات بين هلالين في غزة. خلينا نتكلم على الخلية، والحمد لله ان هم يعني ربنا حافظ مصر من شر هذه الخلية الإرهابية، لان واضح ان هي خلية متدربة على اعلى مستوى، كان لديها الكثير من المخططات تفجير مديريات امن، سبع اطنان متفجرات، يعني دي مصيبة. خلينا نقول انه نبص للموضوع من فوق. ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل عشان قوات الامن تضبط مثل هذا المخطط الكبير الذي كان هيودي بيه كل اللي حضرتك قلته؟ تمام. قوات الامن او الامن المصري كان بيعيش حاله اهتزاز بعد ما جرى في 25 يناير واقتحام الاقسام وحرق الامكانيات والادوات والقضاء على اهم حاجه في الامن هو المعلومه، قضاء على المعلومه اللي هو امن الدوله، وتم بشكل ممنهج ومن خلال حرق المستندات وحرق العقل الاساسي، المحرك الاساسي للعمل الامني وهو المعلومه. الامن كان بيشتغل بدون ادوات خلال كل هذه الفتره الماضيه، وانا اعتقد انه الخبر اللي حضرتك قلته وضبط هذه الخلية بهذا الشكل يمثل أول محاولة استباقية من قوات الأمن، وده بيديني انطباع واضح أن قوات الأمن رجعت تاني تشتغل من خلال المعلومة، لأنه كانت دايما قوات الأمن بتجابه هؤلاء الإرهابيين من خلال المواجهات ومن خلال رد الفعل ومن خلال عملية محاولة اللحاق بهؤلاء الإرهابيين في تفكيرهم. لأول مرة خلال السنوات الثلاث الماضية بنجد أن قوات الأمن بتستبق الأحداث، بتقفز إلى أعلى نقطة ومن خلال المعلومة وتوفر معلومة. أنا أعتقد أنه هذا يمثل عودة لجهاز الأمن الوطني اللي بينتج معلومات بتساعد قوات الأمن والبحث الجنائي على عمل اللازم. أنا أعتقد أن ده مؤشر إيجابي، مؤشر بيثير اهتمامنا كمراقبين أن قوات الأمن المصرية رجعت بعقلها اللي بينتج المعلومات. فبالتالي علينا أن نطمئن ونحسن الظن ونترك قوات الأمن تعمل دون ضجيج. البعض بيفكر لكن يعني كم خلية توجد غير هذه الخلية في مناطق كثيرة في مصر مهملة ربما يرتع فيها مثل هذا النوع من العمليات أيضا، يعني كيف يمكن أن تقدم الشرطة رسالة اطمئنان للمواطن أن هيتم مجابهة في المستقبل أي نوع من أنواع يعني هذه التحديات؟ خليني أقول أنه قوات الشرطة وقوات الأمن والأجهزة المعنية وإحنا كمان في الإعلام كلنا لنا دور. هذا الدور هو احنا بننور الناس، بنقول للمواطن المصري اللي بيتعامل مش بيتعامل ضد الدولة المصرية فقط، وإنما ضد الدولة المصرية بمكوناتها اللي هو المواطن المكون الرئيسي للدولة المصرية. على المواطن أن ينتبه، لأنه الخلية الموجودة أو الخلايا اللي بتبقى خلايا نائمة والخلايا اللي بتجهز نفسها فين؟ أكيد مش في الفضاء الخارجي، أكيد داخل البلد، أكيد وسط ناس، أكيد وسط شوارع. هؤلاء الناس، هؤلاء المواطنين أكيد بيفهموا أنه ده بيخرب، ده بيجهز، ده بيرتب، ده بيخطط عليه أن يخطر الأجهزة الأمنية. إحنا مش بنقول إحنا عايزين نشتغل مرشدين للأجهزة الأمنية، إحنا بنقول إحنا عايزين ندافع عن أنفسنا. دلوقتي مصر في حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب، مصر مش في نزهة، الجيش المصري بيحارب حرب حقيقية، الجيش مش الشرطة داخل سيناء، والإرهاب لما حوصر في سيناء بدأ ينتهي
تنتشر وتوغل ده في الداخل المصري. واحنا بنشوف حادث البراجيل، بنشوف مقتل الضباط الجيش وضباط الشرطة في كل مكان، احنا لا نستطيع ان نلحق ونتابع كل هذه الاخبار. فبالتالي المشهد المصري لن يكون مشهد عراقي، المشهد المصري لن يصبح مشهد سوري. ليعلم الجميع انه مصر مش اي دولة تاني، الشعب المصري بلحمته الوطنية بنسيجه الاجتماعي واحد، لا يمكن ان ينجح هؤلاء. يعني هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل، هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل مرة اخرى، والقوات الامن والدولة المصرية بمؤسساتها سواء شرطية او جيش قطعا سوف تنجح. لكن انا اطالب المواطن المصري ان يكون ايجابي اكثر من هذا في التعامل والتعاون مع الاجهزة الامنية. طيب نروح لليوم السابع، الرئاسة ترد على اقتراحات الأحزاب غدا، ومصادر لا تراجع عن التحصين الدستورية العليا نظر طعون قانون الانتخابات الرئاسية من صلاحياتنا. مصادر بالمحكمة الجمعية العمومية قالت رأيها في النص الخاص بالطعون على قرارات لجنة الرئاسة فقط. اقتراحات الأحزاب كانت بخصوص المادة السابعة وإمكانية إجراء التعديل، لكن الخبر يقول أنه لا تراجع عن التحصين. يعني إلى أين يمكن أن تصل هذه الأزمة من وجهة نظرك؟ خليني أقول لك أنه في لغط كبير حول المادة السابعة وقانون الانتخابات الرئاسية، وكأنه هنخش بيفكرني ببني إسرائيل، ما اذبحوا بقرة، ما لونها، ما شكلها، ما فإحنا بنثقل على أنفسنا. إحنا عندنا انتخابات رئاسية، استحقاق انتخابي ضروري وهام وخطير للغاية، وبالتالي إحنا عدلنا خريطة الطريق عشان يكون انتخابات رئاسية، ليكون ننتج رئيس قبل أن يكون لدينا برلمان، للظروف الراهنة والاستراتيجية اللي موجودة في البلد، وأمن قومي بتاع مصر في خطر حقيقي، مش بنهدد بس بنقول بص في الغرب شوف ليبيا بيحصل في ايه، تقسيم واضح في اليمن، تقسيم واضح في فلسطين، دولة محتلة وبقت دولتين غزة والضفة، السودان بقت دولتين وهتصبح ثلاث دول في نهاية هذا العام. اعتقد انه اللي ما بيشوفش لازم يشوف، اللي ما بيفهمش لازم يفهم. فبالتالي انا بقول انه عشان يبقى عند رئيس لازم نتوافق بسرعة ونقلل مساحة النرجسية السياسية الموجودة عند البعض، انه كان غايب. يعني حضرات السياسيين اللي بيتكلموا دلوقتي والنخب السياسية مع كامل احترامي وتقدير للجميع، اين كانوا خلال سنة ثلاثة سنوات من انتاج شخصيات تصلح لرئاسة البلد؟ احنا بنتكلم انه كل النخب السياسية الموجودة، كل الاوعية السياسية الموجودة، كل المؤسسات السياسية الموجودة فشلت تماما في ان تنتج شخصيات سياسية فاعلة تستطيع ان تجذب المواطن المصري نحوه. ولذلك لجأنا المؤسسة العسكرية، المؤسسة الوحيدة الواقفة القائمة الأمينة على الوطن. فبالتالي احنا بنصرح بعض، بنقول انتوا كقوى سياسية واحزاب سياسية لن تنجحوا في افراز شخصيات. فبالتالي لما جاء رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور وهو قامة قانونية، شغلته الدستور، شغلته القوانين، فبالتالي لما يطلع قانون حتى يعني احس على دمي واقول انه اكيد فاهم اللي انا مش فاهمه، اكيد شايف اللي انا مش شايفه. الراجل استقبل الناس في القصر الجمهوري وتناقش معهم، وخرج الجميع دون استثناء مقتنع بانه لم يكن لديه كل هذه المعلومات، والرجل محاصر باستحقاقات دستورية، محاصر بفريم زمني أو إطار زمني لابد أنه يحافظ عليه. في نفس الوقت كلمة تحصين عشان المواطن المصري العزيز الغالي يفهم أنه كلمة تحصين عايزين يلغوها. ليه؟ عشان أي محامي في أي مكان يقدر يعمل طلب أنه بيشكك في نتيجة الانتخابات فيقوم يوقف رئيس الجمهورية، يبقى عرضة لكل هذه المحاولات. عندي مرضى بالشهرة، عندي مرتزقة، عندي مأجورين، عندي أجندات، كل دوت هيبقى رئيس الجمهورية هذا المقام الرفيع أيا كان اسمه هيبقى عرضة لكل هذه المحاولات بس المريضة. كان في اقتراح ويمكن ده بيحظى بموافقة الأحزاب المعترضة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ان يتم الطعن على قرارات اللجنه العليا في مجلس الدوله ويتم الرد خلال اسبوع او نقل القضيه الى المحكمه الدستوريه خلال 10 ايام ويكون الرد منتهي والموضوع منتهي من اسبوع ل 10 ايام. الناس خايفه من ايه؟ ان السياسيين خايفين من ايه؟ خايفين ان قرارات اللجنه دي انا بطعن عليها فهي ما بترضاش تقبل الطعن طبقا للتحصين. هو خايف من ايه؟ هو خايف انه ما يلاقيش جهه قضائيه تسمعه. هو خايف انه يكون في، هو في 15 اجراء للجنه العليا للانتخابات، في 15 من ساعه الدعوه لفتح باب الترشيح الى اعلان النتيجه في 15 اجراء. لو كل اجراء يا محمد كل اجراء كان فيه طعن واحد انا مش هيبقى عندي رئيس لمده 6 شهور وهذا يخالف الدستور. ده ببساطه شديده جدا. انا بقول ايه؟ ان اللجنه دي مكونه من مين؟ لجنه الانتخابات الرئاسيه مكونه من مين؟ من رؤساء وشيوخ
المؤسسات القضائية، صح. رئيس المحكمة الدستورية، نواب أقدم نواب ورؤساء محكمة النقد، وكل هذه القامات ما فيهاش ولا شخصية من الشخصيات العامة، وما فيهاش أي شخصية غير قضائية. هي المسمى الظاهري أنها لجنة إدارية، لكن حقيقة الأمر هي لجنة قضائية، لأنه كل مكوناتها هم أساطين القضاء المصري، فبالتالي